استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر قضيبية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث استعرض سموه مع رئيسي مجلسي النواب والشورى المرياتي بشأن قانون التقاعد، وذلك في ضوء توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى للحكومة بإعادة بحث مشروعي قانون التقاعد بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية. وإنفاذا لما ورد في تلك التوجيهات السامية، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة لدراسة تصورات جديدة بين السلطتين للوصول إلى صياغة توافقية تكفل الحفاظ على الصناديق التقاعدية وتحفظ حقوق المواطنين. خلال اللقاء أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء والمثمر القائم بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، وبحرص السلطتين على التنسيق والتشاور بينهما عند إدخال أي صلاحيات أو إصلاحات على القوانين المعمول بها، ومنها استمرارية الصناديق التقاعدية والتأمينية على خدمة المتقاعدين والمشتركين. مؤكدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحرص مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على تأمين الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها وتنميتها للوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال المقبلة وضمان استمرارية هذه الصناديق في تقديم خدماتها وتحسينها للمتقاعدين والمشتركين. قد أعرب معالي رئيس مجلس الشورى والنواب عن شكرهما وتقديرهما البالغ لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص دائم على تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية والتنسيق معها حيال مختلف القوانين والتشريعات، ليجسد سموه بذلك دوما مبدأ الشراكة في القرار الوطني، مؤكدين معاليهما على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع الحكومة للوصول إلى الأفكار والرؤى التي تجعل أي تعديل على قانون التقاعد محققا لمصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.